للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا بدر ركابي مراسلنا من هناك من أمام منزل أحد ضحايا القصف التركي على محافظة الدهوك. أطلعنا بدر على ضعنا في تفاصيل الأحداث لديك. نعم زميلتي، يعني لغاية الآن ما تزال السفارة التركية وأيضا مقرها السابق في منطقة الوزيرية تشهد تجمعات رافضة ومناضدة لهذا القصف التركي على الأبرياء العراقيين في محافظة دهوك، وأيضا يعني نتواجد الآن في أحد المنازل لأحد الضحايا الذين استشهدوا في هذا القصف. نتواجد اليوم في منزل الشهيد عباس الذي توفي يعني نتيجة لهذا القصف، وهو يعني كان عريس وتم زفافه قبل أسبوع تقريبا من الآن. ذهب مع زوجته لقضاء شهر العسل، ويعني شاءت المنايا أن يستشهد في هذا القصف. دعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع أحد يعني العائلة المتواجدة لي والموجودة هنا لبيت حسن، عظم الله لكم الأجر، بقي بحياتك، عزيك باسمي وباسم قناة التغيير الفضائية. تحدثنا عن أخوك شو كنت عرس، ويعني أيضا تفاصيل رحلته لدهوك. والله رحلته هاي قبل أسبوع، العفو شو اسمه، عوز قبل 5 أيام 6 أيام، يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء عوز، بعدها بيوم واحد كربلة، رجع ثاني يوم البيت مالتنا، أكلنا سوية، بعدها بيوم أو يومين راح يتونس المفروض. هو زوجته على اعتبار كشهر عسل، هو معتاد اساس شهر عسل، بس شهر حزن طلع. ايه راحوا بعدها بيوم يومين سمعنا قصف صار، خابرنا هو كان يوم مرته دخلت عمليات وخابرتنا، قالت عود انه عباس في العمل يوم مصاب بصدره او بطنه. بعد يعني دخلت عملية، بعدها هي دخلت عملية وما تدري بين انه هو حاليا يعني دخلت عملية وهو ما دخلوا، اثنيناتهم دخلوا، فبعدها بساعة توفى وهي ما تدري انه يعود انه هو متوفي، فهي كانت تكمل العملية. شنو وضعها الصحيح حاليا زوجته؟ والله حاليا بعدنا ليه سمعنا جاي ننتظرهم، بس يريدون يرجعون، بعدنا من كلتنا احنا ما حد مصدق انه عباس استشهد، بس نريد نشوف جثة انه هو صدق لو كذب. صدمة كبيرة، صدمة الفخر عواده، صدمة الفخر السادة، صدمة الأصدقاء، صدمة الشركة مارت اللي كان يشتغل بيها، صدمة الكل، ما حد مصدق. شكرا جزيلا لك. نعم زميلتي، ينضم معي أيضا عم الشهيد، بقي بحياتكم، نعزيك باسمي وباسم قناة التغيير الفضائية، يحفظكم الله إن شاء الله. تحدثنا عن وصول الجثمان، راح والله بعد وصول شوية تتواجدون. اي والله بعد شوية راح يوصل هو وابوه، والله يساعد والده، الله يسهل. راح تتواجدون بمطار بغداد بعد شوية؟ ان شاء الله راح نطلع له هسه خلال 5 دقائق راح نطلع. اي ان شاء الله عاد والله يعني مصيبه ما اعظمها، يعني واحد يروح ينزف للموت ما ادري. الله كريم الله كريم، الله يرحم الراحمين، الله يلعن القتله، الله يلعن القتله، الله يبقي بحياتكم. نعم زميلتي، كما شاهدتي واستمعتي لهذه التفصيلات، هنا الفاجعة أليمة لدى العائلة، يتحدثون بألم ووجع كبير، وهم فقدوا عريس كان يوم الثلاثاء الماضي هو زفافه وذهب مع زوجته من أجل يعني قضاء وقت جزئي من شهر العسل في محافظة دهوك، وشاء القدر أن يتحول شهر العسل إلى فاجعة، وأن يعود بعد أن ذهب عريس يعود إلى أحضان أهله شهيد، وبالتالي هذه جزء لربما يعني من عوائل الضحايا الذين سقطوا نتيجة للقصف التركي الذي حدث في محافظة دهوك. لغاية الآن ننتظر يعني دقائق أو لربما وقت أكثر من ذلك لوصول يعني الجثامين هنا إلى مطار بغداد الدولي. هي انطلقت الطائرة من
مطار أربيل وبانتظار وصولها إلى مطار بغداد الدولي. بالتالي كما سمعت قبل قليل من عم الشهيد بأنهم سيتوجهون بعد 5 دقائق من الآن إلى المطار من أجل استلام الجثامين وجثة الشهيد عباس، فبالتالي هذه الدقائق المقبلة سنشهد وصول يعني جثمان الشهيد عباس بالإضافة إلى بقية الشهداء 9 إلى منازل ذويهم، وهذا هو حال العوائل التي ذهبت للنزهة وعادت بفاجعة. نعم، إذن بدر ركابي كنت معنا من أمام منزل أحد ضحايا القصف، رحم الله ضحايا القصف، شكرا جزيلا لك.